إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما طلبتوا لي في البرنامج ديال تيك توك نخدم معكم السروال القاعدة البيجامة اللي استخلصنا منه عدد كبير من لي بونطالون اللي غادي نستخلصوا منه عفوا عدد كبير من لي بونطالون إن شاء الله بإذن الله. غادي ناخذوا هذا الدرس ديال هذا البونطالون بيجامة يعني كبرنامج المجموعة ديال الدروس ديال السروال. ملي غادي ننتهي من الجزء الثاني غادي تلقاوه في آخر الفيديو إن شاء الله في أعلى الصورة وفي الكومنتير الاول ان شاء الله باذن الله وصندوق الوصف باذن الله. اذا غادي نديرو 4 سنتيمتر ديال الهامش اللي موالفين كنديرو هنايا لا مارش يعني وناخذو لا مواتي ديال البابيي على هذا الشكل ونديرو زاويه قائمه على هذا الشكل. ناخذو هذا على 2 ونعمل هكذا على هذا الشكل هذا. اذا رقم الهاتف ديالي اللي بغيت توصل معنا في المدرسه راه غادي تلقاوه في اعلى الفيديو ان شاء الله باذن الله. اذا على هذا الشكل هذا كنسميوه خط الحزام، هذا خط الحزام وهذا خط الطول. اذا على بركه الله خدينا دوره ارداف بهذا الشكل هذا، خدينا دوره الارداف للمره الاولى بهذه الطريقه هذه. كناخذوا من 40 سنه لتحت بهذه الطريقه، كنديروا يد وحده وكنشدوا على هذا الشكل تور دو اونش على هذا الشكل هذا. لقينا عند هذه السيده 100 سنتيم. نهز واحد الورقه باش نخدم بها. اذا لقيت عند هذه السيده دوره الارداف 100 سنتيم، وهذا الشيء هل يجوز بالنسبه للاطفال؟ يجوز. 100 سنتيم وقسمناها على 4 يعني الربع هي 25 سنتيم. اذا في هاد 25 سنتيم غادي ندير مربع العمليات. مربع العمليات هو هذا كما كتشوفوا، ها 25 سنتيم، ها 25 سنتيم على هاد الشكل، ونحدد 25 سنتيم ديالي على هاد الشكل. لاحظوا وهنايا 25 على هاد الشكل هذا. اذا بعد ما حددت 25 عندنا في الطومبل في الطول ديال البنطالون غادي نشوفو شحال عند هاد السيده. لقينا عندها مترو في الطول، لقينا عند هاد السيده مترو في الطول. غادي نحدد الطول ديالي مثلا هو هذا، هو مترو على هاد الشكل هذا. اذا هنايا خط الطول، هذا خط الطول وهذا خط الحزام. حنا دابا كنصوبو خط ديال لي هونش. اذا غادي نشد على هاد الشكل هذا ونطراسي بهاد القضية هكذا على هاد الشكل هذا، زاوية قائمة على هاد الشكل، وناخد هذا على هاد الشكل هذا. إذا هنايا درت مربع العمليات كما تلاحظو، هنا 25 25 25 25. هدا سروال بيجاما الأخوات. غادي نجي لهنا ونطراسي الخط ديال فم ديال الرجل، فيه تا هو 25 على هاد الشكل، زاوية قائمة الإخوان. إذا راني نتحدث هاد الخط هذا ديال فم الرجل على هاد الشكل هذا، نشد المسطرة ديالي على هاد الشكل هذا ونعمل هكذا على هاد الشكل هذا. إذا هذا اللي كنطراسيو الجزء الأول هو الأمام، فاس هاد الأمام، هاد الأمام اللي كنطراسيو. إذا بغينا لافورش هنايا الفرشة، كي غادي نديرو القواوة أستاذ الفرشة د الأمام، هاد القاعدة هادي الأخوات، هاد القاعدة هنايا كي غادي نديرو القواوة، كاين عندنا واحد الطريقة ديال 25 سنتيم علو الأرداف أو علو الأرداف، 25 سنتيم مقسومة على 5، وهاد 5 قاعدة الأخوات تساوي 5 سنتيم. هاد 5 غادي نخرج بها من هنا لهنا ونطلع بها من هنا لهنايا. مثلا غادي نشد 5 ديالي بهاد الطريقة هادي على هاد الشكل، ونطلع هنايا بخمسة سنتيم على هاد الشكل، ونجيب البيروكي ديالي أو البيستولي. إذا وغادي نجيب هذا، إذا هنايا خرجنا بخمسة وهنا بخمسة، فين لقينا هاد 5 بهاد العملية؟
غوتور دو باسان مقسومة على خمسة، وهاد خمسة قاعدة لا تتغير لا تتفلفس. إذا من هنا لهنا غادي ندير 3 سنتيم باش ما يجينيش الأمام السروال. هنايا غادي ندير 3 سنتيم على هاد الشكل هذا. لا فالور د لاستيك راه ما دايرهاش، قيمة لاستيك المضافة كنديرو 8 سنتيم هنايا. هادي دخلت هنا باش ما يجينيش القدام دايرها مخنفش عليا، وغادي نشد بهذه الطريقة هادي ونحاول نقي 3 النقط ديالي لي 3 بوان. إلا كانوا صعاب عليك نلاقي هادو هما الاولين تنتنى منهم، عاد نقلب على هادي، عاد نبحث على هاد النقطة هادي. ولا كنتي عندك الثقة في النفس غادي تعملي ليا هكذا على هاد الشكل هذا. إذا هادي لا فورش دو دوفون، وهادي الدخله ديال لاستيك اللي غادي نديرو هنايا. للذكر ما عندناش الخياطه ديال الجانب، والدرس الماجي هو اللي غادي نديرو ما فيش الخياطه ديال لونترجون. يعني لمزيد من التوضيح، هاد البنطلون اللي كنديرو غادي نعفيو على هاد الخياطه هنايا. مثلا بغيتي تخيطي 100 سروال غادي تنقصي الخيط وتنقصي الضو وتنقصي البوست اللي غتمونطاج ليك، اللي غتمونطي ليك الكوتي. يلاه نجيو لهنايا في الفم ديال هذا كما شرحت لكم. قالت لي السيده عفاك بغيتو سليمي بزاف، واخا نشوف شحال غادي يعطينا في السليم. 25 مقسومه على 2 عطاتنا 12.5، 12.5، 12.5 او استاد. ولكن احنا بغينا نديرو لو سليم بزاف نديرو له 11، لا يجوز لاسباب. غادي تخيطي وغادي تولي لك هاد الخياطه لقدام، غتولي لك هاد الخياطه اذا زاد عن حد انقلب الى ضده. غادي ندير ليها 12.5، سي با اوبليجي، ماشي من الضروره ندير 12، غتديري 20، ديري العدد اللي بغيتي. غير انا بغيت نحط على هاد النقطه هادي باش نشرح لكم باننا ما يمكنناش ندخلو في لاموتي ملي نقسمو. غادي ندير 12.5 من هنايا على هاد الشكل، ولكن راه ما يمكن ليش ندخل اكثر من 5 هنايا، ندخل اكثر من 12.5، قل منها لا، كتقلبي على المشاكل. اوكي غادي نلاقي هاد النقطه مع هاد النقطه على هاد الشكل كما تشوفوا، على هاد الشكل هذا، ونجيب هذا باش ندير له شويه ديغرادي. هنايا الا ما دخلناش هنايا غادي يولي لنا هنايا بحال الوطوات طالع فايد. اذا وغادي نشد بحال هكذا لان هذا يوازي هذا، وندير هكذا هنايا. علاش الا درت هكذا ما غاديش تبان ليا الرؤيه؟ هنا غادي تتضح ليا الرؤيه الاخوات. ندير البيروكي ديالي هكذا ولا البيستولي ولا سميت هذا على هذا الشكل، وغادي نشوف اعلى قمه هنايا هي اللي غادي نحط بها المسطره ديالي وندير بها هاد الشكل هذا. ولي صيفطات ولي دارت هذا الدرس صيفطوا ليا في الواتساب نصحوا لها. اذا الخطوط الرئيسيه هي هادي وهذا الشيء اللي صوبت هنايا. اذا هذا لو دوفون، دوفون صافي الامام. اذا اشنو خصنا؟ الخلف. هاد الطريقه اللي درت غادي نقلبو لداخل وندير الكاريت وندير الروليت، ولكن هنايا خصني ندير واحد شويه المورسو او نشوف واش كافيني بلاتي. اذا في الخلف لا فورش دو دوفون، لا فورش دو دو، القاعده ديال الامام سالينا منها اللي هي هادي. غادي نشوفو القاعده ديال الخلف، القاعده ديال الخلف شنو فيها؟ كنشدو 25 سنتيم مقسومة على 2 كم تساوي 12.5. إذا هاد 2 راها قاعدة، ناقص 2 تساوي 10.5. غادي نشوف واش ندير 10.5 هنايا، كاينة. المهم كاينة، غادي نخرج من هنا لهنا ب 10.5 ونجي لهنا وندير 2. الا درت هاد القضيه هادي وخرجت هنا باثنان، هذا بدون اضافه الخياطه. ماذا؟ بدون اضافه الخياطه. ماذا قال الاستاذ؟ بدون اضافه الخياطه. يلا وغادي نديرو لكم مينياتور صغير وندير له المونتاج على هاد الشكل هذا، وناخذ وندير له نفس لي ديغراداسيون اللي درت للامام في الامام ديالي على هاد الشكل هذا، وناخذ اعلى قمه هنايا ونلاقيها هنايا. اللي ما فهمتش في البنات كيفاش دير لهادي تواصل معايا في الواتساب وتقول لي استاذ وغادي نشرح ليها مزيان، عندنا طرق اخرى. اذا هنايا الخلف وهنا الامام، غادي نشوف شحال عندي من هنا لهنا. كنشد العبار ديال من هنا خصهم يجوني مقادين،
كيف كيف 57 وغادي نجي لهنا ها هي 57 شتوها شحال لقيت هنا 10.5 اذا غادي نطلع ب 10.5 ها هي ونجيب البيروكي ديالي شحال ضفت هنا 2 حتى هنا غادي نضيف 2 ونشد البيروكي ديالي لاقي هاد النقطه ومع هاد النقطه على هاد الشكل شوفوا كي كندير تنحردها مزيان نقلب 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 تلقى النقط ديالي اذا ها النقطه ديالي وها 2 هنايا صافي هذا راه ما تزيدوش فيه لا فالور اجوتي دو لا كوتور في القيمه المضافه للخياطه اذا بعد ما درت له كذا اش غادي ندير غادي نحاول ندير الكارطون من تحت ونبدا بلا غولات نتوما البنات راه دابا درت الاولاد درت بابي كارطون وجبت لا غولات هاد لا غولات راه كاينه د الخشب كدير 120 حتى 160 حتى 10 درهم عرفتم شحال المهم راه ما كتفوتش 10 درهم عند ميرسوري بائع لوازم من الخياطه يلا باش تكوني معنا في المدرسه حاضره نادره وتبعوني في تيك توك داير فيه ابو لمع عزيز اذا شدوا على هذا الشكل وغادي نطوي على 2 على هذا الشكل هذا وغادي نخيط غادي نخرج لو دوفون ديالي هاد الطريقه علميه ديال المصممين العزيز الدوليين غادي تتبعوني بها واللي ما بغاتش ودارت الطريقه ديالها راه ما يمكنلهاش تواكب معايا في المستقبل والعلم لله انا غادي نخرج الامام الاخوات والاخوان على هاد الشكل هذا هاد الطريقه اللي كندير راه ماشي عبثا راه مصممي عزيز الدولي الكبار كيديروها علاش كاين اسباب اخرى عندنا اللي غادي نشرحو في الموديل في تصريف لابانس في تصريف بزاف ديال المسائل بهاد الطرق هادي هذا من اندر إذن هذا ها الخياطة دابا ما كايناش هنايا هذا الامام صافي وهذا رجع لنا الخلف كيفاش استاذ انا غادي نقطعو قدامكم ونشرح لكم باش تفهموا غادي نقطع الامام ديالي على هذا الشكل في المونتاج راكم عارفين المونتاج الا ما عارفينوش قولوا عليا في التعليق لتحت باش نديرو لكم هنا خليت 8 سنتيم بلاستيك الا كان شيط عندك تو وغادي نقطع الخلف لاحظوا معايا انا مشيت للخلف هنا الا كنتو بغيتو طريقه المونتاج كتبوا لي وغادي نمونطيه لكم ها نتوما نديرو مينياتور صغير لحقاش راه ديجا عندي في القناة أخوات دابا ها هو الخلف كبير وهذا الأمام والخلف لا يوازي الأمام ها نتوما راه في المونتاج راه وريتكم في تيك توك غتشدو كدا وتمونطيو هكدا عاد تمونطيو رجل مع رجل أخرى إذا غادي نكتفي بهاد القدر هذا في الحلقة الثانية غادي تلقاوه في أعلى الفيديو إن شاء الله وتلقاوه في أول تعليق وفي صندوق الوصف اذا اللي عنده شي سؤال تحطوا لنا في الكومونتير ولكم جزيل الشكر نتمنى وتبارطاجيو معنا الله يجازيكم بخير واللي ما مابونيش معنا يتابونا معنا ويضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد اذا الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله باذن الله.